رغم الدور الحيوي والبديهي لمفتي الجمهورية في الحديث عن بيان الحلال والحرام، ذاك الرجل ظل لا يكاد ينطق طوال العام سوى مرتين. لو دخلت إلى دار الإفتاء لوجدت كافر. كنت أقسم لله أنني سوف لن أخفي عنهم الحقيقة. منذ أن دخلت إلى مجلس النواب كنت أقول كلمة الحق. الرئيس المرزوقي عرف بنضاله ضد بن علي، هل يمكن أن يعين مفتياً كان موالياً للنظام السابق؟ ماذا يمكن أن يقدم المفتي الجديد؟ كان هناك كابوس جاثم على صدور كل التونسيين، ما كان واحد منهم يقدر على أن يغير بنفسه هذا المشهد. الإسلام اللي عن نحن لا يغير حياة الناس، مش نحن بحاجة إلى شخص كيف يترجم عبادة الناس وإيمانهم إلى أفعال؟ إذا رأيت اعوجاجا وخروجا عن طاعة الله وحكم الله فسوف لن تكون لطاعة، وأن أصارحهم بكل ما أجده، ويشهد أهل ابن خيار. الشيخ حمد سعيد مفتي الجمهورية في لقاء خاص مع مقداد الماجري يوم الأحد على قناة المتوسط.